وللمزيد ينضم إلينا هاتفاً دكتور عاطف الشتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً. دكتور عاطف، بعد التحية، هي ملفات متعددة لوزارة الصحة والسكان تم استعراضها في عرض وزير الصحة. دعنا نبدأ مع تعظيم البنية التحتية. وزير الصحة أشار إلى أن هناك 1.2 سرير لكل 1000 مواطن، بينما النسبة العالمية هي 3 أسرة لكل 1000 مواطن. أكد وزير الصحة أيضا أنه سيتم إضافة 7000 سرير بحلول عام 2025، لكن يبقى العائق هو الزيادة السكانية. كيف تقيم ذلك دكتور عاطف؟ أقيم طبعا الكلام حضرتك سليم، واستعراض وزير الصحة للموقف الحالي برضو أعتقد أنه هو في الصميم، إنما احنا لازم نحط الموضوع في سياق الزيادة السكانية وفي سياق إصلاح القطاع الصحي، اللي هي المبادرة اللي بدأت في 2019. إصلاح القطاع الصحي معناها هو تنفيذ التأمين الصحي جغرافي، بمعنى إن احنا قبل كده كانت مصر بتعمل تأمين صحي فئوي للفلاحين، للموظفين، للأطباء، وإحنا كلنا عارفين إن كل النقابات بتحاول إنها تدخل في التأمين الصحي ده، كله ده في النظم القديمة. أنت دلوقتي بتقول كمثال في بورسعيد كمثال، ودي أول محافظة بدأت تطبق النظام الجديد، أنت بتشمل التأمين الصحي بيشمل جميع سكان المحافظة بدون تفرقة، وده إنجاز تاريخي. يعني حضرتك طبعا علشان الناس تبقى متأكدة، مهم جدا انها تراجع نتائج الصحية لبورسعيد وتعرف التحول الخطير اللي حصل مع الناس. انما واحنا برضو بنتكلم لازم نعرف ان العلاج وتكلفته والجراحات هو بيتزايد مع تزايد السكان. الدولة التزمت بطبقا للدستور بالحقوق الصحية، المادة 18 بتقول ببساطة أن من كل مواطن له حق في الصحة، وعلى الدولة أنها تبدأ تنفذ إجراءات معينة. كل ده لو دخلنا فيه البعد بقى الاقتصادي، التكلفة، وتعمل الدراسات الاكتوارية قبل كده عشان تحسب التكلفة لهذا النظام، طبعا التكلفة بتتزايد. علشان أنا أعرف أتحرك كويس لازم يحصل توازن ما بين أن أنا أوفر نفقات لهذا النظام وفي نفس الوقت أسيطر على المعدل الزيادة السكانية. يمكن الحظ جيد للقائمين على تنفيذ هذا النظام في الوقت الحالي، اللي في مرحلته الأولى أخذ بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وأسوان والأقصر في الوقت الحالي. إنما بورسعيد بالنسبة للبعد السكاني غير الأقصر. بورسعيد بالنسبة للتنمية البشرية ونسبة معدل الإنجاب مستقرة نوعا ما، حضر. إنما في الأقصر كل ما أدخل بعد كده الأقصر وأدخل المنيا وسوهاج، لا، الوضع سيختلف تماما. إنما هو اقتحام الموضوع في الوقت حد ذاته وتغيير نوعية الحياة للناس وإحساسهم بالأمان. ده الناس اللي هي من خارج هذه المنظومة في الوقت الحالي، وحضرتك يعني كلنا زي بعض، والناس اللي ورا الكاميرات وورا في الاستوديوهات لما بيحصل مشكله صحيه بيرتبكوا، مش عارفين رايحين فين. دلوقتي المواطن البسيط اللي في بورسعيد عارف انه مربوط على وحده طب اسره، وهيروح يلاقي دكتور ومن غير ما يدفع فلوس، لان النظام الجديد يعني حجز ما بين المعاملات الماديه، لغاها تماما داخل الاماكن، وخلق هيئه اسمها هيئه التامين الصحي علشان هي تلم الاشتراكات وتبدأ تعمل غطاء تأميني وتوفر للموظف للإنسان أو المواطن اللي هناك نفقات العلاج كلها. كل ده إحساس بالراحة، وده في العكس هينعكس بعد كده على معدلات الإنتاج، لأن البني آدم الخايف من المستقبل والمرتعش واللي قلقان دايما من المرض بتبقى عنده مشكلة وهو بيشتغل. ده غير إن أنا لما بحسن صحة الناس، ودي حاجة معروفة، التنمية البشرية، الصحة والتعليم هم الأساس. لما بعزز صحة المواطن إنتاجيته بتزيد، والعالم كله بيقيس معدلات التنمية البشرية. على الفترة اللي فاتت مصر في ترتيبها في التنمية البشرية بدأ يتحسن. يعني احنا مهم جدا نبقى عارفين الطريق الصحيح احنا بنتحرك ازاي. يعني انا اتعشم واتمنى ان ما قاله وزير الصحة
يلاقي كل الظروف من التمويل ومن البيئة اللي تساعده على انه يحقق الانتاج ويزود الاسرة، لان اذا كان في 6 محافظات هناك في 21 محافظة لا زالت تنتظر علشان يبدأ يطبقوا فيها نظام التأمين الصحي. نعم، هو كما ذكرت دكتور عاطف هي نقطة مهمة جدا، وهي ان الصحة تؤدي الى مزيد من الانتاج والتنمية البشرية. دكتور عاطف الشتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا.